أهلا بكم. مرت الساعات الماضية بقلق وتوتر بعد أن أقدم أنصار التيار الصدري على اقتحام مقار حزب الدعوة في بعض المحافظات، في خطوة اعتبرت محاولة من التيار للعودة إلى المشهد السياسي بعيدا عن أسباب الاقتحام، لكن التيار نفى أن تكون هذه الفعالية هدفها العودة مجددا. وسائل التواصل الاجتماعي تشهد بين فترة وأخرى تراشقات بين مدوني التيار الصدري والإطار التنسيقي، وتصل لمرحلة تبادل الاتهامات، لكن هذه جميعها لا تصدر من القادة في الطرفين. العملية السياسية في العراق ليست حكراً على أي جهة دون أخرى، والتيار الصدري فاعل أساسي بقواعد العملية السياسية. وإذا كان التيار الصدري لديه الرغبة للمشاركة في الانتخابات المقبلة ومجمل العمل السياسي، فالأمر متاح لهم. التيار الصدري لا يريد أي تصعيد في الشارع أو في أي مكان آخر بطبيعة الحال. التصعيد جاء من قبل حزب الدعوة جناح المالكي عبر اتهام الصدريين والصدر الأول بالقرب من البعث، وهو أمر مستغرب وعجيب. حراك التيار الصدري لإغلاق مقار حزب الدعوة ليس تصعيداً من أجل العودة للعمل السياسي، فالتيار ليس بحاجة إلى التصعيد من أجل العودة للساحة السياسية، لكون التيار بالأساس موجود وجاهز لخوض أي انتخابات، وسيحصل الصدريون على أعلى المقاعد كحال كل دورة انتخابية.